قال ويكبر أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كبر عليه أربعا، لما صلى بلغه وفاة النجاشي رحمه الله ورضي عنه كبر أربعا. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على أن صلاة الجماعة أربع تكبيرات، وهذا الإجماع غير صحيح، هذا الإجماع غير صحيح، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس تكبيرات. قد ورد عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يكبرون ستا وبعضهم سبعا وبعضهم إلى تسع، بعضهم كبر إلى تسع. إذن حكاية الإجماع هنا غير صحيحة، حكاية الإجماع غير صحيحة، ولذلك يجوز الزيادة على أربع، لكن العمل على ذلك، العمل على أربع، منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام استقر العمل على أربع تكبيرات، والناس الآن على أربع تكبيرات، جميع المذاهب الآن يكبرون أربع تكبيرات، إلا أن الخلاف في السلام، تسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين، وكذلك في رفع اليدين، هذه المسألة الخلافية. أما عدد التكبيرات فيكاد يكون الآن محل اتفاق بين المذاهب والعمل عمل الناس على أربع تكبيرات. ويكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، التكبيرة الأولى يقرأ بعد التعوذ الفاتحة الله أكبر، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب، يقرأ الفاتحة، ولا يأتي بدعاء الاستفتاح. لماذا؟ لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف وعلى التسهيل وعلى الإسراع في الجنازة، ودعاء الاستفتاح يطولها، طول الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الإسراع بالجنازة. وكذلك هذه الصلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، فلم تحتج إلى دعاء مثل هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، فهي لا تشبه الصلوات الخمس من كل وجه، وإنما تشبهها في بعض الوجوه، إذن يباشر بعد التكبير أن يقرأ الفاتح، والأسف الشديد الآن هذه المعاني غابت عن كثير من الناس. الآن تجد بعض المساجد يؤخرون الجنازة، حتى أن بعض أئمة المساجد هدانا الله وإياهم لما تأتي الجنازة وينتهي من الصلاة يقول لا انتظروا شوي، انتظروا الناس، وبعضهم يقول بعد السنة، وهذا غلط، هذا غلط. انظر إلى كلام أهل العلم كيف أنهم يسارعون في الجنازة، ومن حيث التجهيز ومن حيث الصلاة ومن حيث الدفن، حتى من حيث الحمل كما سيأتي لما يحمل يسرعون بها الخبب. أما قول انتظروا وخلوا الناس يصلون السنة وخلوا الناس يقضون، هذا غلط، هذا غلط. من فاتته صلاة الجنازة أو جاء مسبوقا يصلي عليها فيما بعد، ولذلك ما يفعله بعض أئمة المساجد وهو قصدهم حسن، لكنهم يخطئون في هذا، لأن المشروع الإسراع بالجنازة إلا إذا كان ثم عذر ومانع وحائل، يعني بمعنى أن الجنازة ما يستطيعون إدخالها بسبب الصفوف مثلا الخلفية، ممكن. لكن أما يترك لهذا الغرض يقال والله حتى الناس يتسننون وحتى يحضر بعض الناس، هذا غلط، هذا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام.